بحضور رسمي وشعبي، افتتحت رابطة الفنانين الفلسطينيين بقطاع غزة معرضا فنيا حمل عنوان نور ونار، وذلك إحياء للذكرى 13 للحرب الإسرائيلية الأولى على غزة. جسدوا من خلاله معاناة الفلسطينيين وظروف الحياة القاسية التي عاشها السكان طوال فترة الحرب التي استمرت 51 يوما. الهدف اللي هو من إقامة المعرض اللي هو طبعا فضح الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا وتحديدا قطاع غزة، وفضح الممارسات خاصة في الحروب، لأنه القوة المفرطة التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني لا تتحملها دول. المعرض الذي ضم زوايا عدة، لوحات فنية ومجسمات عكست تفاصيل الحرب وما خلفته من دمار هائل، إضافة إلى الصواريخ والقذائف التي سقطت على المنازل والمواطنين، أراد الفنانون إيصال رسالتهم العابرة للحدود بريشتهم وصورهم. اللون والفرشاة فهي لغة سائدة وعامة على كل الناس، يعني لا تحتاج إلى مفسر أو حد يشرح اللوحة. فالفنان الفلسطيني استغل هذه النقطة وبدأ يجسد جرائم الاحتلال ووصل رسالته وصوته للعالم بأسره من خلال لوحاته وريشته الفنية. الرسومات واللوحات وكل ما بداخل المعرض وجد تفاعلا من قبل الزائرين الذين ما زالوا يعيشون تفاصيل هذه الحرب، مؤكدين أنها لن تمحو من ذاكرتهم، خاصة أن إسرائيل لا تزال تواصل اعتداءاتها عليهم. المعرض هذا المختلف فيه أنه بذكرنا بحرب غادرة، هي الحرب 2008 استشهد فيها خيرة الشباب، دمرت بيوت، شتتت أسر، وربنا يعيننا ويعين الناس ويعين الكل. وتخلل المعرض عروضا فنية وأغاني شعبية تؤكد حب الفلسطيني وتمسكه بالحياة رغم الألم والمعاناة والأوجاع التي تركتها الحروب الإسرائيلية، لكنها وكما يرى فنانو غزة أوجاع ولدت إبداعا في طرق تعبير الفلسطينيين عن معاناتهم. يتيح استغلال الفن بالنسبة للفلسطينيين فسحة أوسع وأكثر رحابة من أجل إيصال رسالتهم، فما يحتويه المعرض من لوحات ومجسمات يلخص معاناة الشعب الفلسطيني وما تركته آثار الحروب الإسرائيلية من أوجاع على السكان. عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.